مستعدين ان هم يخشوا يشتغلوا معانا ونعمل لاول مره في مصر كل حاجتنا من الاول للاخر بشركات مصريه ومعدات حتى مصريه. ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم منا كل جديد. وشكل الحياة في مصر بدأ يتغير وكل المصريين هيعيشوا الحياة بجودة عالية. اللي شايفه حلم أو خيال أوصف الجمال ده قول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. ده اللي شايفه لحد ما كل شبر في مصر ينور، لأن مصر حقيقة كبيرة. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.